الجمعيه الرودانيه للطيور تارودانت. احنا بصدد الختام ديال التظاهره اللي يعني اول نسخه من المسابقه الأورنيثولوجيه الرودانيه العام ديال البدايه دازت اليوم الثالث. احنا دوزنا نهار 12 كان في استقبال الطيور. الطيور استقبلناهم جاو من عدد ديال المدن اللي فيها منخرطين في الجمعيه الرودانيه هي جمعيه ديال تارودانت ولكن ولات وطنيه بحكم المنخرطين اللي انضواوا تحت اللواء ديالها وحبوا يشتغلوا معنا وداكشي وكنرحبوا بهم. حنا راه كنشتغلوا في اطار المدينه الحضن تارودانت وبنفس المناسبه كنشتغلوا في الوطن ديالنا وكنحاولوا هذا المجال هذا نطوروه. وحنا راه جمعيه تابعه للجامعه الاورنيثولوجيه المغربيه اللي هي تابعه كذلك للكونفدراليه الدوليه للاورنيثولوجيا. وحنا هذا المجال هذا راه كنطوروا فيها الطيور وكنحافظوا عليها لان ما كايناش في الموطن ديالها. وهذا راه نوع من الهوايه والولع بحال كتربي الخيل. يعني الولاعه راه عندها واحد القوه تتكون على المربي يعني تيمشي فيها الى ابعد حدود من ناحيه المصروف ولا من ناحيه كذا. ولكن حنا هاد الطيور راه حنا كنعشقوها وكنحبوها. حنا راه في الخدمه ديال المدينه ديالنا تارودانت نديروا اشعاع ان شاء الله من احسن الى احسن. Thank you.